مع حضراتكم عشان نتابع فقرة خاصة عملتها لنا زميلتنا لميا حمدين عن الأمثال الشعبية. طبعا الأمثال الشعبية كل واحد فينا ليه قصة كده وحكاية مع الأمثال الشعبية. احنا بنردد دايما الأمثال الشعبية لكن مش عارفين اتقالت امتى وايه مصدرها وايه المعلومات حول هذا المثل، وهل تفسيرنا المثل ده صح ولا غلط. خلينا نشوف المثل اللي اختارته لمياء حمدين في هذه الجولة والناس قالوا ايه عن هذا المثل. بلدنا غنية قوي، تاريخ، حضارة، ثقافة وفن، وحتى في أمثالنا الشعبية أغنية جدا. والنهاردة إحنا نازلين عشان نسأل الناس مش بس على المثل إنما على أصل وفصل وحكاية المثل ده. وحكاية مثل النهاردة هو دخول الحمام مش زي خروجه. إيه أصله وحكايته؟ هنعرفه دلوقتي حالا، تابعونا. وشك حلو وجميل فقلت أجي أسألك السؤال ده، يعني ايه او اصل حكايه مثل دخول الحمام ازاي يخرج؟ اللي يدخل في حاجه مش بتاعته مش قده وفاكر ان هو بيجربها، لما يجي يخرج ما يعرفش يخرج منها تبقى اخرته مش حلوه. ايوه. لما واحد صاحبي مثلا يعمل حاجه ويغلط فيها تاني مره يجي يعملها اقول له لا دخول الحمام ازاي يخرج، ان بدايه الحاجه مش زي اخرها. حلوه يعني ولا وحشه؟ بتلمح لايه بالظبط؟ يعني حلوه. حلوه؟ طب هو يعني ايه اصلا؟ عباره عن حاجات كتير. قول حاجة. يعني انت مثلا دخلت مشوار ما ينفعش ترجع منه. اه. او ترجع منه بخسائر. يا ساتر. مثلا واحد عامل حاجة او بتاع وما قدرش يخرج. عاملة سودة يعني. عاملة سودة. خلاص رجله جت في الخيم. رجله جت في الخيم. بجد؟ بجد. الموضوع انا كنت فاكره لان انا سمعت الحكاية دي. وايه اللي نساك؟ التصوير. التصوير. حضرتك عارفة تقولي؟ انا بسألكوا الأول. ما انا مش عارف، انا عارف كنت قلت لك. يعني ايه المثل ده؟ مش عارفه يعني لو بيبقى في حاجه صعبه مثلا مش عارفه والله للاسف. داخل مكان اسلم فيه شغل ويقول لي دخول الحمام ازاي اخرجه، انا مش هكمل الشغل معاك. قول تمشي بمزاجنا بقى. انا اعرف. ربنا يكون في عونك. يا رب يخليك. شكرا. يعني لما اتحط في موقف مثلا واحس ان هو سهل، بس لا يعني هو ما يطلعش سهل خالص. يعني ايه؟ ما عنديش فكره. طب اصله ايه؟ مش عارفه والله، ممكن هي تجاوبي. طب قصته ايه، تعرفها؟ لا خالص خالص. طب ما تعرفش ممكن يبقى اصله ايه مثل زي ده لو فكرت كده شويه برضو؟ ايه ده، انا فكرت فيها بس ما لقيتش اجابه عندي. لا. ايه حكايه؟ مش فكره خالص. لا لا ما عنديش، مش للدرجه دي، مانيش مش خبيره في الحاجات دي. اصله تركي مفروض. تركي مش مصري؟ لا في الحقيقه لا ما اعرف خالص. بنقوله بس ونسمعه بس. ايوه دي حاجه والله ما اعرف برضه للاسف. انت بتضحك على ايه؟ تسمع المثل ده؟ اه طبعا. اصله ايه بقى؟ اصله ايه؟ اه لا ما اعرفش والله، اسال جدتي. في امثال كتيره ممكن انا اقولها لك ما تعرفهاش برضه عادي. طب قول كده. اقول ايه؟ قول مثل ما اعرفوش. لا انا ما اعرفش. طيب مثلا لما حد بيدخل مكان ده بيبقى بمزاجه، انت داخل بمزاجك بس مش هتخرج بقى غير بمزاج اللي جوه. اه اصلا مثلا ده تهديد ده ولا ايه؟ ده كان حضرتك اثناء الدوله العثمانيه، في واحد كان بيفتح حمام حضرتك وكان الدخول مجانا. فكان يخش الزبون من هنا، واول ما بيخش حضرتك يجي يخرج فصاحب المحل على طول او صاحب الحمام يقول له لا دخول الحمام ازاي يخرج، انا ياخد ملابسك يا تحاسبني. مظبوط، انت الوحيد اللي جاوبتني، برافو. اصل المثل ده بيرجع لعصر قديم، كان في واحد فاتح حمام شعبي وعمل يافطة عليه ان الدخول بالمجان، وساعتها ناس كتيرة قوي دخلت الحمام، ما هو بالمجان بقى. ولما خلصوا خلاص خارجين وتمام التمام، قام صاحب الحمام حجز هدومهم ومحدش خارج إلا لما يدفع الحساب. الناس اتضايقت قوي وقالت له الله انت مش قلت انه بالمجان؟ فرد عليهم وقال لهم اصل دخول الحمام مش زي خروجه.
طبعا انت تدخل دي بتاعتك، انما تخرج ما تخرجش دي بتاعتنا احنا بقى، صح؟ اه. وبعدين برضو عارف الفكره ذكيه. انا عجبتني، بس عجبني اكتر والله بجد، يعني انا اول مره تقريبا اشوف حد مصري بيقول ما اعرفش بمنتهى الامان. يعني ده كويس على فكره، مش وحش حاجه، ما عنديش فيها معلومه ان انا اقدر اقول انا مش عارف او مش فاهم او مش يعني عادي جدا. فدي اول مره تقريبا اشوف حد يقول لا مش عارف اصلا. لا وعجبني في اجابتين عجبوني قوي. في حد قال انا فكرت بس الاجابه مش عندي، لقيت الاجابه مش عندي. دخل دور جوه وما لقاش الاجابه. في حد بيسال جدتي اصلا بقى. فيعني على اي حال اعتقد المثل يعني فعلا لما تيجي تشرح احنا بنبقى فاهمين المثل وبنبقى عارفين موضعه فين وبنبقى عارفين نقوله امتى، بس لما بنيجي نشرحه صح تبقى في صعوبه في شرحه او مش عارفين سببه فعلا. يعني بالزبط. مش عارفين سبب وجود المثل ده.